السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نتعرف على موضوع جدا مهم في تصميم الصفائح المعدنية، شيت ميتال ديزاين. هذا طبعا الصفائح المعدنية مثل ما تعرفون تدخل في جانب كبير من المنتجات اللي نتعامل معها بشكل مستمر. لذلك إن شاء الله اليوم راح نتعرف على شلون نقدر نصنع صفائح معدنية باستخدام SOLIDWORKS. راح نبدأ. طبعا تلاحظون الواجهة هي نفس الواجهة، ولكن هنا أكو عندي تاب اسمها شيت ميتال. شيت ميتال خاصة بإنتاج الصفائح المعدنية. زين، خلينا نفهم شلون نتعامل ويا هاي التاب وشلون نصنع الصفائح المعدنية. اولا الصفائح المعدنية تحتاج الى ان نبدأ باساس او صفيحة اساسية ومن عندها ننطلق. زين، خلينا نجي نشوف. خلينا نصمم سكتش، مثلا نختار التوب لين سكتش و سنتر، مثلا خمسين في سبعين، اوكي. ثم اقول اكزيت منه، رايت كليك، اوكي سيلكت، يعني اطلع من يعز السكوير، ثم اطلع منه. حاليا خلصت الإعاز، حاليا انا خارج السكتش. فيتشرز طبعا نجي على شيت ميتال، اختار من هنا بيس فلانج. انتبهوا على القائمة هنا عندنا شنو مكوناتها. مكوناتها بسيطة جدا، البلينز والسكتش اللي رسمته. من اقول له بيس شيت ميتال، لحظة، اللي صار شنو؟ اللي صار انه اخذ هذا المستطيل وبثقة سوى الاكسترود. مقدار الاكستروجين هو 2 مليمتر، خلنا بقي 2 مليمتر ما عندي مشكلة. اقول له اوكي. عفوا، شوفوا هسه شلون تغيرت القائمة. صار عندي فتشي اسمه شيت ميتال، وهذا البيس فلانج والفلات باتن. راح نفهم شنو معناته. اولا هاي الشيت ميتال مثل ما قلنا هو 2 مليمتر سوالية، وافترض ليا انه 2 مليمتر اعتمادا على اخر انبوت اني مدخله باستخدام الشيت ميتال. خلي اقبل بهذا الشيء واستمر من هنا. زين، حاليا هذا هو ما يختلف عن الاكسترود، ولكن راح نشوف هسه شلون راح نقدر نستفيد من عنده. اقول اني اريد من هنا يطلع لي ضلع اضافي يشبه الحائط كانه، فاستخدم اعاز ايدج فلانج، اجعل هاي الحافه الايدج، كليك واصعد فوق، سوالي ما يشبه الضلع الاضافي ايدج فلانج. زين، هنا أنا طبعا راح يسالني ايش قد الارتفاع اللي تريده. خلي اقول له مثلا 28، اوكي. اذا صار عندي مستوي اولي، ثم تلاحظون هاي الانحناء هنا ومستوي ثاني. هذا بالصفائح المعدنية، اللي يتعامل بالصفائح المعدنية شيت ميتال يعرف انه راح بالاخير يقطع هاي القطعة ويثنيها باستخدام بريس بريك. فالبريس بريك طبعا لح او البندنج ماشين، فيستخدم حافة ايج نايف وحافة مثل السكين لغرض ثني المعدن. طيب بعدين اني شنو اللي استفاديته لحد الان؟ تلاحظون مثل مرت الاخ، نجي على هنا الهيستوري مالتي، اكو عندي شيت ميتال واكو عندي بيس فلانج واكو عندي ايج فلانج. خلينا ندخل على الشيت ميتال، رايت كليك، ايديت فيتشر. ايش راح نلقي بهاي ايديت فيتشر؟ راح نلقي شغلتين مهمه. اولا سماكه الشيت ميتال، مثل ما تعرفون المعدن كله نفس السماكه، نفس السماكه. فهنا حاليا عندي 2 مليمتر، والبند راديوس اللي هو المنحني يعني اللي استعملته مثلا خلينا نقول له 2 مليمتر ايضا، اوكي. اذا البند راديوس، طبعا دائما البند راديوس، تذكروا هاي العباره، البند راديوس دائما هو الانسايد الداخلي مو الخارجي. زين، فاذا سماكه هذا المعدن هو 2 مليمتر، والنصف القطر
الانحناء هو 2 مليمتر. زين، اجي مرة اخرى خل اغير واشوف، اقول الارض اسوي مثلا السماكة 1.5 مليمتر والبند ريديس مثلا 3 مليمتر، اقدر اسوي هذا الشيء طبعا. زين، صار عندي هسه هذا 1.5 وهذا 3 مليمتر، ولكن طبعا احنا دائما نحاول قدر الامكان انه هاي تكون اصغر ما يمكن حسب التصميم، ولكن يعني بشكل عام احاول اسوي اصغر ما يمكن، لانه اني الاساس انه اريد اني هاي قائمه عموديه بيرفكتلي فيت يعني 90 درجه، ولكن المعدن من اثني ما ممكن احصل على 90 درجه، لابد انه اكو عندي فد زاويه معينه اللي هي البند راديوس. زين، ف عادة البند ريديس أنا من أريد أقللها أقل ما يمكن حتى يطلع التصميم مناسب، عادة مو هذا مو قانون، ولكن عادة تكون نفس الثيكنس، نفس الثيكنس. فأجي هنا أنا أقول إديت هاي 3 أسويها 1.5 أوكي، وحاليا صار عندي هذا الشكل. زين، خلي استمر اضيف باقي الاشياء اللي عندي. اجي هنا اريد ارسم رايت كليك، طبعا شيت متل اكو بي اكيد ثقوب، مثلا ثقوب هنا سيركل مقداره 5. وثقوب اخر هنا، ثقوب هنا، ثقوب هنا، دوائر طبعا دائرة ثمانية. زين، اوكي سلكت، هاي الدائرة الوحيدة اللي بيها بعد دايمنشن اللي هو الدايمتر دايمنشن، مثل ما تعلمنا اختار هاي كلهم نفس القياس، اختار دوائر كنترول وسلكت ثم ايكوالز، اوكي كلهم تساووا. شو اسوي هسه؟ ارسم لي خط سنتر لاين مثلا منا الى هنا، اوكي راح اخلي هذا النقطه وهاي النقطه وهذا الخط كلهم اختارتهم بالكنترول سيلكت، واقول له ميك سيمتريك منا او منا، هاي الريليشن صارت العلاقه، اذا معناتها المسافه هاي معناتها شوف ان هذا لا احركه الثاني يتحرك وياه سيمتريك. طيب هذا وهذا طبعا اخلي اسوي بطريقه افضل، اقول له هذا المركز وهذا المركز على خط افقي واحد make horizontal، هذا المركز وهذا المركز make horizontal. زين، هذا المركز وهذا المركز make vertical. اذا اللي صار انه هذا من يتحرك طبعا يتحرك بهالطريقة، ولكن لابد اني اضع باقي الابعاد، مثلا خلي اجي على باقي الابعاد اقول dimension المسافة من هذا المركز الى هاي الحافة 20، المسافة من هاي من هذا المركز الى هذا المركز 40، اوكي زين. هسه exit، هسه صار عندي هذني الدوائر تمثل ثقوب، خلي اجي اشوف شلون اقدر اثقبها بطريقه صحيحه. اقدر طبعا استخدم الفيتشر واكسترود كات، ولكن بالشيت متل خلوا لي اياها الاكسترود كات هنا لي يعني للسهوله فقط، ماكو اي فرق، فهو اوتوماتيكيا اخذ هاي الدوائر وبثق لي اياها. هنا اكو نقطه مهمه جدا هي لينك تو ثيكنس، من اقول له لينك تو ثيكنس اذا معناته انه ايش قد ما يكون الثيكنس، الثيكنس راح يكون فد رقم ثابت هنا اللي هو يثبت هذا بالشيت متل، على كل الشيت متل راح يكون ثابت اللي هو هنا 1.5 مليمتر، فاوتوماتيكيا راح يثق لي بمسافه 1.5 مليمتر. لينك تو ثيكنس اذا معناته نفس السماكه، اوكي سوى لي هاي ثقوب، ها بركت بسيط طبعا. زين، مثل ما تعرفون هنا أنا اريد اسوي فلت، لان هاي المسافه زايده من المعدن هذا زايد، ولكن انا اعرف انه مثلا راح اثبت برغي او ريفت او شيء اخر من ذني المسامير التثبيت، فخلي اجي اسوي تيست صغير، اجي منا الى هنا
اشوف انه هاي اكبر دائره ممكن اشغلها هنا بدون ما تطلع خارج المسافه هاي. اجي على هاي الدائره، اعتقد طالعه من هنا، اذا لازم شوي اصغرها. زين، وهاي الحافه، اختار هذا، هاي الدائره وهاي الحافه، واقول له تانجنت. ممتاز. اريد اعرف هسه هذا ايش قد مقداره. اكو فتشي اعتقد اني بالهاي الثقوب ما مسوي صحيح، خلي اجي اشوف، مو مشكله. المفروض تكون مسافه صحيحه، اطلع منه، ارجع الثقوب مره اخرى، كات اكسترود، ارجع السكتش. اي نعم عندي لا زالت سرقه طبعا هن. اذا المسافه منا الى هنا، ها اجيب مسافه منا الى هذا الخط ثم اعبر الخط. لو اجي هنا راح يقول المسافه مقدارها كذا، من اعبر الخط يقول لي معناته انه هذا عندك تناظر. يقدر اقول لك 30. اذا كلهم صاروا مسافه صحيحه. اكزت. هسه الشكل عندي صحيح. رايت كليك، سكتش، ارسم الدائره، اجي على هذا وارسم دائره الى هاي الحافه، اطلع اكزت سلكت. زين، من اختار هاي الدائره راح القي هنا انه الدايمتر مالها 20 مليمتر، اذا الراديوس 10 مليمتر. اوكي، راح اقول له كلوز. كلوز معناته انه ما راح يخزن هذا السكتش. كلوز 10 مليمتر. اوكي، اذا اجي اقول له اما اختار اعاز فيلت، الافضل طبعا هو هذا، او اكو عندي اعاز داخل الشيت ميتال، نا داخل كورنرز، طريقه التعامل مع الكورنرز، بريك كورنر، كورنر تريم، مره اخرى داخل الشيت ميتال اقدر استخدم فيلت او تشامفر العاديه بالفيتشرز، او اجي على الشيت ميتال ضمن الشيت ميتال منيو اختار كورنرز، والكورنرز اختار بريك كورنر. بريك كورنر راح يقول لي تريد بريك كورنر وذ تشامفر او وذ فيلت، يعني شنو معناته؟ راح يكسر لي الحافه، بريك كورنر يكسر لي هذا الركن، اما عن طريق تشامفر شنفره او عن طريق فيلت. انا اقول له اريد تشامفر مقداره 10، اختار هذا الاول، سوري اريد فيلت، واختار الثاني. اوكي زين، هاي تمت العمليه. ليش انا سويت هاي؟ خليت الدائره وقست هاي المسافه لانه البرغي لو اخليه هنا راس البرغي او الواشر فراح يغطي هاي المسافه اكبر شيء. اي مسافه اخرى باقيه ما راح يقدر او يعني حتى لو كان يغطي فما مؤثر عليها. والثاني الاجهادات ما تعبر على هاي الاجزاء الخارجيه، فماكو داعي هذا المعدن. اذا اريد ابقيه ما راح ياثر علي، ولكن من الافضل انه دائما اكسر الحافات حتى تكون آمن بالتعامل، يعني البشر متعاملون وياها ما تجرحهم. هاي نقطة جدا مهمة. طيب هنا اجي هسه ارسم على هذه الحافة، ارسم لي دوائر ايضا، خلي ارسم نفس الطريقة، خط سنتر لاين من الزيرو اصعد، اجي لهنا مو مشكلة، سلكت، اجي ارسم دائرة، والدائرة خلينا نقول 10، قطرها 10، ارسم هنا دائرة اخرى. طبعا اقدر ارسم الدائرة هاي الثانية عن طريق الميرور، ما عندي اي مشكلة، خلينا نسوي بهالطريقة هسه هاي على مود نوع من التغيير بطرق الرسم. زين، ايضا عندي دايمنشن اخر، ارتفاع هذا الى هذا، اريد 18. جيد، والمسافه من هذا المركز الى هذا الخط السنتر قلنا اذا اخلي المسافه هنا يطلع لي بعد، بينما اذا اعبره يعطيني المسافه كانه عندي تناظر، فهاي 30. كليك بالبدايه ثم اكتب 30 fully defined، واطلع بنفس الطريقة. extrude cut،
link to thickness. اوكي زين. سواء واحد يسألني يقول لعد وين الثقب الثاني اللي هنا اللي تسوي؟ كنا نقدر نسوي بالكات اكس تول او نقدر نسوي بطريقه ثانيه مثل ما قلت لكم. فاجي على فيتشر ميرور. هذا هو الفيتشر اللي نسوي له كات اكس تول. اوكي نعيده. اني اقدر اختار هذا الكات اكسترود اللي اريد اسوي له ميرورينج، او اختار الـ 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 المستوي اللي راح اكرر حوله. مثلا اختار ميرور ثم اقول له المستوي هو من تذكرون اذا نطلع هاي القائمه فرونت بلين هذا هو المستوي. شنو هي الفيتشرز تو ميرور؟ هنا اريد اكرر فيتشرز، اقول له هاي الفيتشر اريد اكررها، كرر لي هناك. اوكي كرر لي هاي الفيتشر، ممتاز. ايضا بنفس الطريقة اريد احسب المسافة، اقدر احسب المسافة طبعا بطريقة ثانية. اقول له evaluate measure، هذا measuring، منا اختار minimum distance، منا عندي center to center، minimum distance، maximum distance، custom. فاختار minimum distance واختار هاي الدائرة وهاي الحافة. المينيمم ديستنس هي هاي، عادة وشطين يعطيني المسافة من هاي الحافة إلى المركز، بس أنا أريد أقل مسافة. إيش قد أقل مسافة؟ هي 5 مليمتر، مسافة 5 مليمتر منا إلى هنا. زين أقول إيه المركز إيش قد؟ سنتر 10 مليمتر. أوكي هسا أجي أقول له منا إلى هنا إيش قد المسافة؟ راح يقول لي 10 مليمتر، ممتاز جدا. إذا معناته إنه الدائرة اللي تغطي هاي المسافة هي نصف قطرها 10 مليمتر. إذا أجي على شيت متل كورنرز بريك كورنرز كورنرز بريك كورنرز. طيب 10 مليمتر نفس ال القيمة. اجي هنا وهنا اختار هاي الحافتين، راح يسوي لي فيلت ب 10 مليمتر. اوكي اوكي صار عندي براكت، خلاص عندي البراكت كنترول 7، هذا هو البراكت اللي عندي. طيب زين، هذا البراكت اني ورا ما هذا هو الشكل النهائي اللي راح استعمله به، ولكن اريد اعرف الشكل المفتوح مالته قبل التثنيه شلون راح يكون. هنا القوه مال شيت ميتال، لو تلاحظون شيت ميتال هنا بالهيستوري منيو هنا او بالفيتشر منيو هنا اكو عندي شيت ميتال وينتهي بشيء اسمه فلات باترن. فلات باترن شو معناته؟ معناته لو هذا فرشته على شكل افقي فلات شو راح يكون شكله؟ هو هنا النقطة المهمة. إذن أي شيء شيت متل راح يكون بين شيت متل ديفينيشن أو تعريفات مال شيت متل إلى فلات باترن، وبيناتهم كل الإعازات مال شيت متل. طيب هنا ضمن قائمة شيت متل أكو شيء اسمه فلاتن، أكبس على فلاتن وشوفني حاليا دا أشوف ال الصيغة المفتوحة لهذا الشيت ميتال أو لهذا البراكت. لو قطعت البراكت بها إذا معناته أول شيء سوالي إيش قد المعدن المطلوب، أقدر أقيسه عن طريق الـ evaluate measure. طبعا أنا مخليه هنا على السهولة اللي نستعملها بكثرة. أختار هذا الخط، هذا الطول اللي لازم أقطع به المعدن، وهذا العرض. فاذا تلاحظوا طبعا الطول لانه اكو عندي تثنيه واكو عندي يعني مجموع هذا زائد مجموع هذا ما طلع نفس الشيء اللي اتوقعه، بسبب انه اكو عندي بند، اكو عندي زاويه انحناء بند. زين نرجع للشيت ميتال، هذا هو الفلات باترن مالتي، ويخلي لي خط يقول لي هنا انت عندك بند لاين. اذا معناته انه اني لو قطعت المعدن عن طريق الليزر كتر او عن طريق البلازما كتر او عن طريق الووتر جيت، يعني اي المعدات الموجوده، او عن طريق حتى الراوتر خلينا نقول اقصه حتى يدويا ممكن، فايش قد المعدن اللي احتاجه حتى لو كان يدويا، المهم ايش قد المعدن اللي احتاجه، وايش قد اخلي خط الثني. خط الثني اللي حجي اقيس مثلا المسافه من
من هاي الحافة إلى هذا الخط. راح أقول المسافة 69.8.76 إلى آخره، فد رقم معين. أنا أجي أخط بالسكرايبر أو أداة حاد يعني، بس استخدام مسطرة، وأخط خط على المعدن وأخليه بالبرس وأكبسه 90 درجة، راح أحصل على هذا الشكل. طبعا هذا بشكل بسيط، مبسط جدا. الشيت ميتال بتفاصيل كثيرة جدا، بتفاصيل كثيرة جدا خاصة بقياس الانحناء. هنا اكو فد شيء مهم جدا ايضا احنا يعني ما تطرقنا له، هو اسمه الكي فاكتور والبند الاونس. البند الاونس معناته ايش قد ينطي نفسه المعدن، المعدن من اثني ايش قد راح ينطي نفسه، ايش قد راح يستجيب ويا الثني اللي حثني. فهنا دا يقول لي 50% او 0.5، اللي هو شنو معناته؟ معناته انه خلينا نرجع خط الثني، لو افترضت انه خل بعلم الى من هاي الزاويه، لو افترضت انه المعدن بالطريقه العاديه اكو مركز خط وسطي وهمي يمر بالوسط، هذا الخط الوهمي لو اجي اثني المعدن فانه الجزء الفوق راح يتعرض الى ضغط، والجزء الخارجي راح يتعرض الى سحب تنشن، كومبريشن فوق وتنشن جوا، وهذا النيوترال اكسس ما يصير بيه لا ضغط ولا سحب، اسمه نيوترال اكسس، ما راح يتغير البعد مالته، بينما الجو راح يتغير البعد. فلذلك لو اقيس هذا ايش قد، راح يعطيني مثلا المسافه 2 point something 1.5 عفوا، والريديس 1.5 اللي هو طبعا هالمسافه يعني الخطيه، ريديس 1.5. تذكرون احنا قلنا الريديس دائما يكون الانر ريديس او الانر بند، والخارجي راح يكون الريديس مالته 3 ملم، لان 1.5 و1.5 الثيكنس مالت المعدن راح يطلع 3 ملم. ولكن ايش قد المعدن، ايش قد صار بي ستريتش، يعني ايش قد استطال المعدن. هنا تشوف الارك لينث 4.7 بينما هنا الارك لينث 2.3، اذا معناته انه هذا انضغط وهذا استطال هيجي. فاحنا ما نريد ندوخ نفسنا بهذا الشيء، خلينا نتعلم شلون نسوي شيت ميتال وبعدين نحاول ندخل ديب اكثر بهاي المواضيع. هذا فشي بسيط جدا الشيت ميتال. طبعا بنفس الطريقه اقدر استمر اسوي مثلا ايدج فلانج بهالمكان هذا مثلا، وهاي الايدج فلانج ايضا اقدر اسوي فشي، اختار المسافه ايش قد اريد المسافه، احددها، اقدر احدد هاي المسافه. زين شلون احدد المسافه؟ اختار دايمنشنز، اقول له هاي الايدج فلانج كلها تكون مثلا 20، والمسافه منا الى هنا الى هاي الحافه مثلا 25. باك حتى ارجع للايعاز نفسه. زين مثل ما تشوفون هنا، خلينا نقول ينزل بمقدار 10. زين اوكي، سوالي حاليا ايدج فلانج، ايدج فلانج بهالطريقه هاي. اذا اريد الايدج فلانج تبدا من الحافه نحو الخارج، اغير السيتنج من هنا، راح اقول له انه الايدج فلانج اريدها، لاحظ هنا فلانج بوزيشن، هنا الخط المنقط اللي هو حافه الايدج نفسها الاصليه، فمعناته انه هاي الحافه لو اجي ابوع من هنا، خلي ابوع بشكل عمودي صحيح اورثوغونال، لاحظوا ويا حافه الخط، اذا معناته الفلانج ما تطلع خارج الخط، اذا تكون محتواها ضمنها. لو اقول له تطلع خارجه معناته بس الفلانج سماكه المعدن يطلع خارجه، او اقول له كله بالكامل بحيث تبقى الحافه الاصليه مثل ما هي كل الفلانج تطلع بالخارج. زين هذين الثلاث من الاساسيات دائما نستعملهن، نجي على هذني بعدين. زين اذا عندي اما انه يكون
محتوى ضمن الحافة، ضمن الانكلوجر أو ضمن المسافات الأصلية مالت البوكس كله هذا، يعني ما يتجاوزها، أو يكون هذا للخارج أو يكون كل الفلانج للخارج. طبعا إذا كانت كل الفلانج للخارج هذا الجزء ما راح ينقطع من عنده أي شيء. إذا كان هذا للداخل أو هذا كله للداخل، راح تلاحظون إنه راح يصير أكو عندي نوع من الريليف هنا. خلينا نرجع عليه مرة أخرى ونفهم شنو هذا الريليف. هذا الريليف لو أسوي له فلاتن زين، هذا الشكل هنا من أقطع باستخدام مثلا الووتر جيت أو الاستخدام أي من أجهزة القطع، حتى لو كان باليدويا أنا ما راح أقدر أقطع موس أو عن طريق الريزر شارب، لابد إنه أكو عندي جزء من المعدن راح يروح من عندي لأنه بسبب القطع. فهذا المنطقة اللي حقطع بيها أريد هذا ثابت وجزء راح يدخل يعني يأكل من الجهة الجوانب منا ومنا زين، فأكل منا على مود أقدر أقطع اسمه ريليف. لا يمكن إنه أقطع مباشرة يمه تير، هذا أقصى قدر من التير أقدر أسوي، أقدر أقلل المسافة ولكن حسب الإمكانيات لأي أي من الأجهزة اللي استعملها لابد إنه أحتاج إنه جزء من المعدن لح يروح عندي بهالطريقة زين. وحتى أيضا بعدين لأن هذا أسوي له بندينج، فإذا كان ملاصق إلى صعب جدا أسوي له بندينج لأن لح أخلي بس منطقة التأثير صغيرة جدا وفيشوه المعدن، ما يعني ما يصير عندي بندينج بشكل ملائم. أرجع أنفلاتن زين، وهذا طبعا أقدر أيضا خلينا نفترض أسوي له لا خلي شوي أضيف له بعد مثلا من هاي يسوي الأج فلانج أخرى، أج فلانج لهاي الزاوية كلها تحرك توقف زين. هنا أنا هسه هذا الأج فلانج أريده أيضا الخارج، هنا طبعا ما طول الخارج المسافة منا إلى هنا لازم أقيسها قياس صعب شوي أحسبها، يعني مو صعب إنه مستحيل أقدر أحسبها، أحسب إيش قد الاستطالات اللي تصير، بس أقصد إنه مو مقارنة بهذا أقدر بالضبط أحسب إيش قد المسافة، لأن هذا بالضبط حيكون ويا حافة الفلانج. طيب مثلا سويته بهالطريقة و 15 اللي هو طول 15 وأقول له أوكي. لو أقيس بالمجرم تيب أقيس المسافة من هذا السطح إلى هذا السطح 15 هذا متوقع طبعا جيد جدا إذا معت القياسات صحيحة. مثلا أجي هنا right click sketch عندي سلايدر مثلا بسيط select. اختار هاي نقطة المركز واختار هذا المركز، شلون اختار المركز؟ اجي هنا اقول له right click select midpoint واختار نقطة المركز هاي click عليها control click واختار vertical معناته يتراصفون vertical زين. اضع باقي الابعاد المسافة هاي مثلا 8 جيد ونصف القطر هذا 2.5 جيد جدا. اطلع هسه من السكتش واسوي له اكسترود كات، لو كان اكسترود كات اول راح يقطع كل هذا المعدن بس لينك تو ثيكنس راح يقطع على قد الثيكنس اوكي. حاليا اذا صار عندي هذا الجزء من البراكت وبنوع من السلايدنج يعني افكت زين، اللي هو يعني لنفترض انه هذا يجلس على صفيحة اخرى وبها مثل البن مثل الجايد بحيث يسمح بالسلايدنج مسافة معينة محدودة، يعني كمثال هذا بس احنا ما نركز عليه. فاذا بهالطريقة هاي نقدر نعرف نقدر نسوي بعض الاشكال المعدنية، طبعا ممكن يكون الشكل معقد جدا نسوي اشكال بعدين نتعرف على بعض الاشكال المعقدة اللي ممكن نسويها. على سبيل المثال اعتقد عندي
صورة لبعض الأشكال المعقد، يعني مثلا شيء من هالقبيل هذا. هذا أيضا كله ممكن ينتج عن طريق الصفائح المعدنية. زين، فإحنا الغرض هو هسه بهالمرحلة هاي إنه نفهم شلون نبدأ ونحصل على الفلات باتن اللي هو الغاية من تصنيع، إنه يتأكد إنه هذا ما تتداخل الأشياء مع بعض لما تحول الفلات باتن، ما يقول لي إيرور. لأن مرات ناس يعني ما تفكر بهاي الموضوع من يصممون هذا الجزء، يجب إنه أحسب حساب إنه ما أسوي فلانج منه وفلانج منه وفلانج ترجع، بحيث إنه تتداخل ويا المعدن نفسه. لا يمكن تحقيق هذا الشيء، وأحصل على الفلات باتن ثم أصنع المخطط الشكل بحيث إنه ممكن إنتاجه في الورشة. إن شاء الله تكون استفادتوا من هاي المحاضرة. إذا استفادتوا أرجو أن تكبسون لايك، تشتركون بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال على هذا الموضوع أو على أي موضوع آخر اكتبوا لي بالتعليقات. شكرا جزيلا، تحياتي.